في فيديو قديم انا نزلته بس للاسف ما كان على وقته في ارقام، وهو عن الفاكيوم الشفط. نزلت فيديوين ورا بعض، راح انزل تحت الرابط تقدر تشوفون ترجعون له. اتكلم عن الفاكيوم، شلون يطير كرشتك عن طريق الفاكيوم. الفاكيوم انت تشغل عضلات، مو عضلات السكس باك السداسيه، ولكن عضلات تحتها، ينقال ترانسفيرز ابدومينال مسلز، اللي عضلات البطن المستعرضه، لان خيوطه مستعرضه يعني بالعرض اليافها، اما سكس باك اليافها بالطول. زين، وهي مسؤوله عن الشفط. الترانسفيرز المسلز هذه هي مسؤوله عن انك تشفط فاكيوم، تشفط بطنك لداخل. زين، احنا لما نسوي تمارين بطن نسويها عادي، يعني بطنك عادي تاخذ، بعض بياخذ هواء ويسوي، يكتم الهواء ويسوي. زين، هذا احنا كنا نسويه. ايش رايكم انت تسويه مع الفاكيوم؟ يعني تسوي تمرين بطن ولكن انت بوضع الفاكيوم، يعني شافط بطنك حيل، مخلي راسك بظهرك وتسوي تمارين بطن. شيء عجيب راح يكون، صدقوني خيالي جدا بس متعب. انا اقول لكم، شوف محمد الحين راح يسوي. زين، شافط بطنه، يعني بطنه يشفطه شيء حيل، بعدين يسوي مثلا تمرين الكرنش. ممكن تسوي هذا التمرين الكرنش، ممكن تسوي سيت اب. زين، بس انه يكون شافط حيل، واذا تعبت تقعد تسوي شيء سيت اب قاعد. زين، ريح. زين، اشفط مره ثانيه، قوم وكمل اذا تعبت. زين، ماشي. وممكن تسوي اي تمرين بطن ثاني اللي هو تنام وترفع ريولك، تستخدم ريولك، بس بدايه خليه ياخذ هواء فاكيوم، طلع الهواء كله، سوى فاكيوم، ارفع ريوله وينزل. هذا انت كله ممكن تسوي تمارين البطن كامله اللي تعرفها، كل التمارين هذه وغيرها عن طريق الشفط. صدقني وانت تشفط تسوي تمارين بطن، شيء عجيب راح تشوفه ان شاء الله.